السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة يوم الاثنين من برنامجكم اليومي، برنامج حياتنا اللي يأتيكم دائما وأبدا من الأحد إلى الخميس. ويسعدني أيضا في هذه المناسبة نمسي بالخير على أخوي وزميلي سلمان، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور أخي محمد، مسي بالخير على مشاهدي تلفزيون قطر ومتابعي برنامج حياتنا في حلقة جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة موفقة فيها العديد والعديد مثل ما عودناكم مشاهدينا من المواضيع وكوكبة من الضيوف وأيضا التقارير، إن شاء الله راح تفيدكم وتستفيدون منها من خلال هذه الحلقة محمد. نعم سلمان، وأيضا مشاهدينا الكرام، يعني اليوم إن شاء الله عندنا عدة مواضيع راح إن شاء الله تنال على إعجابكم، ومن أهم المواضيع أيضا مشاهدينا الكرام، واحد بين كل 4 أشخاص من أفراد المجتمع حصل على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19 وفقا لما أعلنته وزارة الصحة العام. أكيد محمد، وهذا أكيد يؤشر إلى تسارع وتيرة التطعيم من أجل وقف انتشار هذا الوباء والعودة إلى حياتنا الطبيعية بإذن الله سبحانه وتعالى. خصوصا محمد أن اليوم تقريبا وصل عدد المطعمين بجرعة واحدة على الأقل 934,000 جرعة في قطر. هذا يدل أيضا في تقدم يعني أخوي سلمان ومشاهدينا الكرام، يعني ولو نشوف أيضا تفاصيل أكثر يعني في التقرير التالي اللي يرصد لنا الأرقام والإحصائيات الخاصة بالتطعيم ضد كوفيد-19. نتابع ولا نرجع وياكم؟ ضمن مساعي حملة التطعيم الوطنية الحثيثة لكبح جماح انتشار فيروس كورونا في المجتمع، تعمل وزارة الصحة العامة على تغيير معايير الحصول على التطعيم بشكل تدريجي، حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن خفض الحد العمري للمستوفين لمعايير الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا إلى 40 عاماً. منذ بداية حملة التطعيم تلقى نحو 19% من السكان البالغين جرعة واحدة على الأقل، كما تم إعطاء أكثر من 595,000 جرعة منذ بدء برنامج التطعيم، وتلقى 70% ممن تزيد أعمارهم على 70 عاماً و80 عاماً جرعة على الأقل، كما تلقى أيضاً ما يقارب 70% ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً جرعة واحدة على الأقل. ويعني خفض الحد العمري للمستوفين لمعايير الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا إلى 40 عاماً أن الفئات ذات الأولوية في الحصول على التطعيم خلال الفترة الحالية ستشمل الأشخاص بعمر 40 عاماً فما فوق بغض النظر عن حالاتهم الصحية، الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة متوسطة الشدة، والمزيد من كوادر الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين الآخرين من مختلف الوزارات والقطاعات بما في ذلك المعلمون والكوادر الإدارية بالمرافق التعليمية. ممكن مشاهدي الكرام نشوف في هذه التقارير يوميا جهود وزارة الصحة في موضوع التقييم، ولكن في جهود وفي أمور ثانية لازم تكون عندنا احنا في وعي مجتمعي، لازم يكون حاضر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية. محمد، التطعيم بحد ذاته بروحه ما يعني انتهاء الوباء، انتهاء الوباء يكون بكل هذه العوامل، بالتطعيم، بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية اللي معمول فيها في الدولة، الكمام سواء أو التباعد الاجتماعي، مو بس التطعيم يعفيك من كل هذه الإجراءات اللي لازم تلتزم فيها. يعني شوف حنا خليها سوالف بيني وبينك وبين المشاهدين أيضا، يعني أخوي سلمان ومشاهدينا الكرام، واحد من ربع يعني الحمد لله، يعني الحمد لله أنا قام بالسلامة، صغير في السن يعني من الربع، يعني قال لما جاتها الكورونا يقول يا ليتني تطعمت، لأنه يقول أنا مت وحيت. يعني تخيلنا راح العناية مركزة اللي هو حزم بريك، يعني حزم بريك يا تطلع منه طيب يا تروح يعني بعيد الشر عن العالم إن شاء الله إلى المقبرة. فبعد ذلك الرجل طيب وبخير، لكن التطعيم يعني إذا أنت راح تصاب بكورونا 5% 95% أنت إن شاء الله ما راح يجيك المرض، لكن لو ما تطعمت أنت 100% إذا جاك المرض راح تتعب. نتمنى أن الرسالة هذه وصلت، الكل يحاول أنه يلتزم بحملة التطعيم اللي موجودة والحد الأدنى اللي حددوه وزارة الصحة العامة، مشكورين في الأعمار، وما زال مشاهدي الكرام ما زالت البوابة موجودة في موقع وزارة الصحة العامة للجميع ممن يستوفي الشروط أن يقدر يسجل، وإن شاء الله يكلمون الأخوان ويأخذ جرعتي التطعيم يا رب. نعم سلمان، وأيضا مشاهدي الكرام إلى موضوع آخر
بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة تتواصل الحملات التفتيشية لإزالة مختلف السيارات المهملة. أكيد محمد، وانطلقت مساء أمس الأحد حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان. في هذا التقرير راح نرصد أهم ما تحقق من خلال هذه الحملة إلى الآن. حملة إزالة السيارات المهملة متواصلة، وتستهدف هذه المرة إزالة نحو 350 سيارة ببلدية الريان. تستمر الحملة على مدى شهر بالبلدية، وتأتي في إطار حملة أشمل انطلقت منذ بداية العام. احنا بدينا الحملة من بلدية الشمال ولحد الآن واصلين بلدية الريان. تم تقريبا إزالة 2500 سيارة، وراح إن شاء الله نستكمل باقي البلديات، باقي عندنا بلدية الوكرة ومنطقة صناعية، وإن شاء الله أنه راح نقضي على الظاهرة. القضاء على الظاهرة يتطلب تجاوباً تاماً من أصحاب السيارات بعدم تركها في الأماكن العامة وإزالتها بعد تلقي الإنذار من الجهات المعنية. لاحظنا في الآونة الأخيرة تعاون المقيمين والمواطنين، والحمد لله. أيضا نعطي نصيحة حق المواطنين والمقيمين في أنهم ما يصفون السيارات في مواقف المساجد، أيضا المجمعات، الأماكن ذي ممنوعة. وتأخذ إزالة السيارات المهملة مسارا يبدأ من رصد وجود السيارات في مكان عمومي وإنذار أصحابها، وينتهي بإزالتها في حال عدم الاستجابة. آلية العمل بالسيارات المهملة وإزالتها هي عن طريق المفتشين، أوكي، كوضع استكارات، كتفتيشهم الدوري، وبعدها على طول بالتعاون مع إدارة الاعتداء الميكانيكية يتم إزالتها. ومع التجاوب المتزايد من قبل أصحاب السيارات المهملة، تتوقع الجهات المعنية استكمال مهمتها في جميع البلديات بإزالة كل السيارات المهجورة. أمانة المشاهدين الكرام، جهد كبير تابعناه من خلال هذا التقرير في عملية الحفاظ على المنظر الجمالي للطرقات اللي موجودة في الدولة، خصوصا الأحياء السكنية، بإزالة السيارات المهملة. مثل ما ذكره محمد في خلال هذا التقرير، يا أخي المواقف اللي موجودة في المساجد فقط لأوقات الفروض الخمسة داخل يوم، ما له داعي تصف السيارة هناك يومين ثلاث أربعة أيام. أتوقع أن هذا تصرف المفروض أن احنا نبتعد عنه. نعم، وبعد ترى حتى المجمعات التجارية، مواقف الحدائق، ولكن مواقف المجمعات التجارية أعتقد شيء يكون يعني بعد طبعا ما ينتهي طبعا العمل في المجمع، وبعد ما يسكر المجمع أعتقد أنه يتم تمشيط المواقف إذا في سيارة واقفة أو شيء، ترى يعني يسحبونها أيضا. أكيد نتمنى من الكل الالتزام، وكل الشكر مرة أخرى لكل الجهات اللي تعمل على إزالة السيارات المخالفة والمهملة. مشاهدي الكرام، إلى موضوع آخر، وانطلق اليوم مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بصورة مدمجة واقعيا وعبر الاتصال المرئي. محمد. نعم سلمان، ويشارك في المؤتمر عدد من ممثلي المؤسسات والجهات الحكومية وشركات ومصانع القطاع الخاص ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين أيضا في مجال إدارة ومعالجة النفايات. بهذا الصدد مشاهدينا، عقدت وزارة البلدية والبيئة صباح اليوم مؤتمرا صحفيا حول هذه الفعالية، راح نتعرف على أبرز ما جاء في هذا المؤتمر من خلال هذا التقرير. إيمانا من دولة قطر بالدور المحوري لقضية إدارة النفايات في الحفاظ على سلامة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، يأتي تنظيم المؤتمر منصة أكدت من خلالها الدولة اهتمامها المتزايد بمجال تدوير النفايات وسبل تقليل كمياتها، إلى جانب تعزيز استخدامها في توليد الطاقة. لقد وضعت دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، استراتيجية شاملة للتعامل مع كافة أنواع النفايات، سواء الناتجة عن الأماكن السكنية أو المواقع التجارية والصناعية أو قطاع البناء والتشييد وغيرها، كما تبنت خطة شاملة لإدارة هذه النفايات وإعادة تدويرها من خلال إنشاء مركز إدارة ومعالجة النفايات بمدينة مسيعيد، والذي يعد من أكبر المراكز بالمنطقة.
ويلبي متطلبات السلامة البيئية من حيث معالجة المخلفات بطريقة حديثة وآمنة. فعاليات خالية من النفايات والتكامل بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في ظل الفرص التي أتاحتها الدولة للمستثمرين لخوض هذا المجال، موضوعات يناقشها المؤتمر على مدى يومين. التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، التكنولوجيا الجديدة في إدارة النفايات، فعاليات بلا نفايات، البحوث والتطوير. في فعاليات بلا نفايات، طبعاً دولة قطر الحين تحتضن فعاليات عالمية ومحلية على مدار 365 يوم في السنة. طبعاً هذه الفعاليات احنا هدفنا أن تكون بلا نفايات، وطموحنا إن شاء الله أن تكون جميع القائمين على هذه الفعاليات في جميع الوزارات والهيئات المنظمين لهذه الفعاليات أن عندهم وعي وتكون جزء من خطتهم أن الفعاليات تكون بلا نفايات. إعادة تدوير النفايات قضية تصدرت أولوية وزارة البلدية والبيئة، حيث أنشأت أكبر مركز لمعالجة النفايات في منطقة الشرق الأوسط، والذي نجح العام الماضي في إنتاج أكثر من 30 ألف طن من السماد العضوي وتوليد 269 ألف ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 33 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، فضلا عن إعادة تدويره ما يقارب 420 ألف طن من مخلفات البناء. مشاهدينا الكرام، إلى موضوع آخر، حيث أعلنت كلية المجتمع في قطر عن تدشين محطة للتكنولوجيا المساعدة بالشراكة مع مركز التكنولوجيا المساعدة قطر مدى، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. محمد، هذه المحطة تأتي في إطار دعم احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة ودمجهم في أنشطة التعليمية المختلفة للكلية. نعم مشاهدينا الكرام، التقرير التالي يسلط الضوء على هذه المحطة، نتابع هذا التقرير ونعود إن شاء الله مع ضيفنا الكريم. تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعمل على مشاركة الأشخاص ذوي القيود الوظيفية في التعليم الرقمي الشامل للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، دشنت كلية المجتمع محطة للتكنولوجيا المساعدة بالتعاون مع مركز مدى. الهدف منها توفير بيئات تعليمية تفاعلية بأحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة، طرح إسهامات لمستقبل الطلاب، وتوفير منهجية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الكامل للتكنولوجيا المساعدة. وعي كامل بأن الإرادة والاجتهاد والمثابرة هي كل ما يحتاجه الطالب للتفوق، فكانت هذه المحطة خير نتاج لضمان تعليم منصف وشامل لتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. إذن مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على هذه المحطة يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الدكتور خالد الشمس العبد القادر، وهو نائب رئيس كلية المجتمع في قطر. مسي عليك بالخير دكتور بداية، وسعداء جدا بتواجدك في حياتنا. يا مرحبا ومسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. يا مرحبا بك دكتور خالد، وفي البداية يعني لو نتكلم عن طبيعة هذه المحطة اللي تم الإعلان عنها وتدشينها مؤخرا من قبلكم. أي نعم، طبعا هذه المحطة في كلية المجتمع جاءت كثمرة للتعاون والاتفاقية اللي تم توقيعها مع مركز مدى لتعني بال التكنولوجيا المساندة، وهي يعني من وزارة الاتصال التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات. فجاءت هذه المحطة يعني كثمرة لهذه الاتفاقية، وهذه المحطة يعني فيها من الأجهزة والوسائل التعليمية اللي تحقق النفاذ الرقمي وأيضا الحلول الرقمية لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من شريحة الطلبة الموجودين في كلية المجتمع. احنا تقريبا عندنا ما يقارب 100 طالب من هذه الشريحة المهمة، وبالتالي توفير مثل هذه المحطة لهم سيساعد على رفع المستوى التعليمي والدعم في كل الاتجاهات من خلال النفاذ
الرقمي. طبعا احنا زمان كنا نعتمد على انفسنا ككلية، والان مع وجود هذه المحطة من مركز مدى سيأتي بثمار كبيرة وايضا فائدة كبيرة لهذه الشريحة المهمة. اكيد دكتور، حفل التدشين اشتمل على جولة تعريفية لهذه المحطة، خلنا نحط السادة المشاهدين اليوم في الصورة ونعرفهم على هذه الجولة التعريفية بشكل اكبر. طبعا في يوم التدشين احنا الله يسلمك عملنا تغطية على هذه الأجهزة بالذات، طبعا فيها حواسب متخصصة تم توفيرها، وأيضا أجهزة لوحية، وأيضا أجهزة صغيرة وكبيرة من هذه الأجهزة التي تساعد ذوي الاحتياجات في استقبال المادة العلمية بكل سهولة، وأيضا فيها طبعا أجهزة التي تساعد على عقد الاختبارات أيضا لهم، وأيضا هي متصلة لو كانوا في بيوتهم، يعني الطلبة لو كانوا في بيوتهم أيضا في تواصل مستمر. فكانت هذه الجولة يعني تعريفية بهذه الأجهزة وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وكيفية أيضا إدارتها والتحكم فيها من قبل الأساتذة. جميل دكتور خالد، إيش طبيعة الشراكة ما بينكم وبين مركز مدى والأهداف أيضا اللي تسعون لتحقيقها ما وراء هذه الشراكة؟ طبعا أهم ما في هذه الاتفاقية هي النفاذ الرقمي، وخاصة لشريحة ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا احنا كنا سعداء جدا بوجود مثل هذه الاتفاقية التي ولدت هذه المحطة، وطبعا هذه شراكة استراتيجية ومستمرة. و مركز مدى بحكم اختصاصهم في هذا الموضوع طبعا سيوفرون ما هو حديث في هذا الشأن، بمعنى ان هم يعني في الأجهزة والحواسب واللوائح وايضا توصيل المادة الأكاديمية للطلاب سيكونون على اتصال تام بما هو جديد في هذا الموضوع. طبعا هم عندهم ايضا وحدة للتطوير المستمر، ففي اتصال كبير بيننا وبينهم في هذا الخصوص. وطبعا احنا نتمنى ان تكون هناك آفاق اخرى لهذا التعاون. طبعا احنا لو قلنا من سنة 2019 في سنة توقيع الاتفاقية الى اليوم، تقريبا 95% من نطاق العمل في هذه الاتفاقية تم يعني تنفيذها وتوجد ايضا بهذه المحطة. المحطة هي حاليا في مبنى البنات بالوسيل، وان شاء الله في محطه ايضا جاريه في الانشاء تكون في مبنى البنين، فتكون العمليه جدا متكامله من حيث الوصول الى هذه الشريحه المهمه لدينا في كليه المجتمع. جميل، تفضل دكتور. من خلال حديثك ان عندكم ما يقرب من 100 طالب من اخواننا من ذوي الاعاقه. اليوم الدوله قطعت شوط كبير امانه في عمليه دمج ذوي الاعاقه في المجتمع بكافه الحقول، خلنا نقول إذا تكلمنا عن حقل التعليم أو حتى في أي مكان. كونكم مؤسسة رائدة في مجال التعليم في كلية المجتمع، كيف لهذه المحطة وغيرها من الأنشطة الموجودة في كلية المجتمع أن تساهم في رؤية الدولة لتحقيق الدمج بين ذوي الإعاقة والمجتمع؟ طبعا يعني إحنا لنا الفخر في كلية المجتمع أن يعني الكلية دائما في السبق في هذه التطورات الكبيرة، وخاصة في ما يتعلق بالتكنولوجيا، وأيضا اتفاقياتنا مع مركز مدى الاتفاقية الاستراتيجية. طبعا ممكن أنا يعني أشوف في هذا الموضوع من ثلاث نواحي. أولا يعني مركز مدى بحكم هذه الاستراتيجية المهمة وفروا لنا لطلابنا طبعا يعني الفرص المتكافئة في الحصول على العلم الأكاديمي. احنا ما نبغي اي حد من طلابنا يكون اقل من غيره في تحصيل الأكاديمي، وبالتالي هم رفعوا بشكل اكبر من التحصيل الأكاديمي وتحقيق الفرص المتكافئة للجميع، وهي منافسة في الأخير. اكيد. والشيء الثاني طبعا احنا كتنمية بشرية و
تنمية رأس المال البشري القطري خاصة، وأيضا تحقيقه لخطتنا في 2030 اللي هي رؤية قطر. دكتور إذا تسمح لي راح نواصل أكيد في هذا المحور معك والسادة المشاهدين، ولكن راح نضطر أن نطلع هذا الفاصل القصير ولا نعود لاستكمال ممكن. هذا المحور. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا مستمرين مع ضيفنا الكريم دكتور خالد شمس العبد القادر نائب رئيس كلية المجتمع في قطر. حقيقة احنا كنا طبعا في حديث دكتور، ولكن ما زلنا مستمرين ونذهب ايضا عن جانب اخر دكتور، عن المقرر اللي عندكم بالكلية اللي هو مقرر مفهوم النفاذ الرقمي اللي طبعا يمثل اولوية من اولويات دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع. لو تحدثنا عن هذا المقرر. أي نعم. هذا المقرر إن شاء الله سيطرح في فصل الخريف القادم، ويكون متاح لكل طلبة الكلية من المقررات الاختيارية طبعا. المقرر تم تطويره عن طريق مركز مدى وأيضا مع أحد الجامعات في دولة قطر، وسيقوم بتدريس المادة عضو هيئة التدريس تابع لمركز مدى، ويكون لديه طبعا مؤهل عالي. طبعا المقرر فيه ثلاث اشياء مهمه، ان في ايضا يعني فيه الجانب الاول اللي هو زياده الوعي في الاهتمام والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الاعاقه. الجانب الثاني اللي هو النفاذ الرقمي وكيفيه التعامل مع هذه الاجهزه والحواسب، وأيضا يعني ربطها مع ذوي الاحتياجات الخاصة في رفع مستوى يعني تحصيلهم العلمي أو حتى عطائهم في المجتمع. والشيء الثالث طبعا فيه أيضا رفع مستوى الوعي بما يتعلق بالمبادئ والمعايير الدولية وأفضل الممارسات في التعامل مع ذوي الإعاقة، وأيضا استخدام هذه الأجهزة لطلبتنا. ويعني احنا نتامل ان يعني عاده كلية المجتمع تطرح مقررات، وهذه المقررات تؤول الى برنامج. جميل. احنا يعني نتامل ان بعدين يكون عندنا برنامج في النفاذ الرقمي، برنامج بدرجه الدبلوم مثلا. يعني هذه من الاشياء اللي ممكن احنا نطورها لاحقا ان شاء الله، وانا متاكد انه راح يكون برنامج رائد كما عودتنا كلية المجتمع. دكتور ممكن الحين اللي تابعونا من طلبة الكلية مقبلين باذن الله سبحانه وتعالى على الاختبارات اللي راح تكون في بداية رمضان تاريخ 16/4، عسى الله يوفقهم ان شاء الله. فاستعدادات الكلية لهذه الاختبارات كيف تتم، خصوصا ان مثل ما نعرف ان الدراسة حاليا اصبحت عن بعد؟ نعم، هو في فرق بين الدراسة عن بعد وعقد الاختبارات حضورية، يعني صحيح وجها لوجه. ففي مبادئ الكلية إن شاء الله ستعقد الاختبارات، والمحاضرات ماشية عن بعد، وطبعا الكلية لها باع كبير يعني في هذه المحاضرات عن بعد. طبعا احنا نقول يعني طلابنا حاليا هم يبغون الامتحانات تكون عن بعد، ولكن احنا ماشيين في السياسة العامة للدولة، ولا متى ما تأتينا يعني تعليمات بجعل الاختبارات كلها عن بعد سنقوم ب عقدها عن بعد. وانتم جاهزين اتوقع دكتور، لكم تجربه جميله امانه في استخدام التقنيه. وطبعا جدول الاختبارات جاهز. احنا الله يسلمكم يعني عندنا يعني جزء من اختباراتنا راح تكون عن بعد، بحكم ان الطاقه الاستيعابيه بدل ما هي 100% صارت الحين 30%، والتباعد صار مترين تقريبا بين طاوله وطاوله. جميل. فاضطرينا لان تكون بعض الاختبارات عندنا رايحة أونلاين، رايحة عن بعد، بما يتوافق مع العدد اللي نقدر نتحمله في الكلية في الوقت الوجيز لأيام الاختبارات. وأيضا طبعا عندنا الحالات الخاصة والمرضية هذه كلها طبعا راحت أونلاين، يعني ممكن طالب حاليا من الطلبة الموجودين في الكلية يمكن جدوله كله اختبارات أونلاين، وبعضهم نص ونص، بعضهم كلهم
اختبارات حضورية تكون عندهم، ولكن احنا منتظرين التعليمات إذا جاتنا. طبعا جاهزين لقلب الاختبارات كلها إلى أونلاين، وأنا أقول حق الطلبة أنك أنت لما تيجي تختبر حضوريا أحسن لك، عندك الورقة تقلبها تبتدي في السؤال الأول تبتدي السؤال الأخير تفكر تكتب على الجنب، لكن لما تكون اختباراتك أونلاين يعني والأسئلة لكل سؤال مؤقت لوقت معين، وبعدين تكون تحت ضغط وإحنا عندنا الاختبارات كلها مختلفة، يعني إحنا عندنا نموذج واحد فيه عدد كبير من الأسئلة، فكل طالب أسئلته تكون غير عن الطالب الثاني والثالث والرابع إذا كانوا في نفس المادة، فأنا أفضل صراحة أن تكون اختبارات حضورية بالنسبة لهم، يعني في أريحية أكبر في التحصيل والدرجات إن شاء الله. نعم، وأيضا بعض المواد ما تستوعب أيضا الاختبار أيضا عن بعد. لكن دكتور احنا صراحة وصلنا إلى ختام يعني حوارنا معك، وكلمة أخيرة توجهها للسادة المشاهدين. والله طبعا يعني احنا يعني كنت انا في موضوع التنمية البشرية ورؤية 2030 والتنمية المستدامة ومنها يعني التطوير ورأس المال البشري، احنا ما نبقي اي جزء من شرائح المجتمع وخاصة شريحة ذوي الإعاقة واحتياجات الخاصة أن يكون عطائهم مفقود صراحة، وبالتالي احنا نسعى إلى أن يكون عطائهم إلى الطاقة القصوى لهم، لأن هذا يسرع ويساهم في تحقيق رؤية قطر، وبالتالي هم صراحة شريحة جدا مهمة. أكيد. وإحنا نشكر طبعا مركز مدى على هذا هذه جائزة يعني يستاهلون صراحة الأخوة لكل طلبتنا وخاصة الشريحة هذه. أكيد. وإن شاء الله يعني يكون لهم يعني عطاء ومساهمة كبيرة في المجتمع بعد تخرجهم من كلية المجتمع، محصنين بالتعليم والتحصيل الأكاديمي المطلوب وعلى مستوى واحد مع جميع الطلبة إن شاء الله. بإذن الله سبحانه وتعالى باسمنا وباسم السادة المشاهدين وجه لك جزيل الشكر دكتور خالد شمس العبد القادر، وأنت نائب رئيس كلية المجتمع في قطر على وجودك معنا في البرنامج، وكل التوفيق إن شاء الله لطلاب الكلية في الامتحانات يا رب. حاضرين، ونسأل الله أن يوفقهم ويوفق الجميع إن شاء الله. بإذن الله. ومشاهدينا الكرام أيضا إلى موضوع آخر، حيث يعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر عن كثب مع قطاع الزراعة لإيجاد حلول مستدامة للمحاصيل التجارية في قطر. مشاهدينا الكرام، يدعم المعهد خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي بطرق علمية مستدامة، وذلك من خلال إجراء البحوث لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه التنمية المستدامة في قطاعات الزراعة والمياه. محمد. نعم أخوي سلمان، ومشاهدي الكرام، التقرير التالي يرصد لنا الأساليب الحديثة المستخدمة في الزراعة بدولة قطر ودور معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في تعزيز ذلك. تابع هذا التقرير والآن عودة مع ضيفنا الكريم. تحقيق الاكتفاء الذاتي وفق خطط استراتيجية دقيقة، غاية تسعى إلى تحقيقها الدولة ممثلة بوزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع شركاء آخرين. استطاع القطاع الزراعي في قطر تحقيق نمو سريع في ظل سنوات قليلة، خاصة مع الدعم الحكومي الذي حظي به هذا القطاع بالاعتماد على استخدام تقنيات حديثة، أهمها استخدام البيوت المحمية التي تسمح بالتحكم في درجات الحرارة، بجانب استخدام نظام الزراعة المائية الذي يساعد على إنتاج المحاصيل الزراعية بكفاءة أكبر وجودة أعلى، بالإضافة إلى استخدام بعض المواد الكيميائية الصديقة للبيئة واستخدام برامج حديثة مثل برنامج التظليل والذي يتحكم في مستوى الظل وبالتالي تقليل درجات الحرارة. يتم أيضاً استخدام نظام الري المحوري، وهو نظام أوتوماتيكي بشكل كامل ويهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لمياه الري بجانب تقنيات أخرى. يعد مركز أبحاث المياه التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة شريكاً أساسياً لتطوير قطاع الزراعة، حيث يعمل على إيجاد حلول مستدامة للمحاصيل التجارية في قطر، منها بناء نظام متكامل للطاقة الشمسية الكهروضوئية واستكشاف السبل الكفيلة بتحديد المواقع والطرق المناسبة لإعادة تدوير المياه واختبار التكنولوجيات ذات الصلة، ومن ثم استخدامها على نطاق أوسع في المزارع الصحراوية.
إذن مشاهدينا الكرام، من خلال هذه الفقرة راح نسلط الضوء على دور معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في تعزيز الأساليب الحديثة في الزراعة. وبهذا الصدد يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو دكتور يحيى مناوي العالم بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. دكتور، سعداء جدا بتواجدك اليوم في حياتنا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أمسي عليكم وعلى متابعي تلفزيون قطر وعلى مشاهدي برنامج حياتنا. يا مرحبا بك دكتور يحيى. يعني في البداية، يعني لو نتحدث عن آخر أبعاد المعهد فيما يتعلق بتقديم الحلول الزراعية في دولة قطر، وخاصة فيما يتعلق بالمياه. نعم، بشكل عام يقدم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة العديد من الحلول المبتكرة ذات الفعالية في مجال التحديات التي تحيط بدولة قطر في مجال الماء، الغذاء، الطاقة والبيئة. كما يقوم بشكل خاص مركز المياه في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بابتكار أساليب حديثة في مجال الزراعة وفي مجال تحلية مياه الري، واستبدال التقنيات التقليدية والقديمة بتقنيات حديثة مناسبة لمناخ وبيئة قطر الحارة. جميل. أنت تفضلت دكتور من خلال الكلام في المقدمة عن بعض التحديات اللي تواجه مجال المياه بشكل عام ومجال الزراعة عندنا في الدولة، فياريت لو نتكلم ونحط صورة كاملة أمام المشاهد الكريم بأبرز التحديات اللي تواجهنا فعلا في مجال المياه والزراعة. نعم، بعض من التحديات الموجودة هي ارتفاع درجة الحرارة. بعض التحديات الموجودة هي جودة التربة والتصحر فالعديد من هذه المشاكل يتم التغلب عليها بابتكار حلول، بابتكار حلول قد تكون متوفرة لدينا ولكن باحتياج بتزويد المنتج ليكون مناسبا للبيئة القطرية. جميل جميل. دكتور يحيى، طيب احنا نتكلم عن طيب اصحاب المزارع، يعني انتوا المعهد ايش يقدم لهم من أنظمة لمعالجة المياه؟ نعم، شارك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في معرض قطر الدولي الزراعي في نسخته الثامنة، وذلك بهدف تسليط الضوء على ابتكارات أحدث الابتكارات التي ساهم فيها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في مجال الزراعة وفي مجال معالجة مياه الري. فعلى سبيل المثال، هناك عدد من المشاريع تم تقديمها ولاقت استحسانا وقبول من رواد المعرض، والتي ايضا يتم تطويرها واختبارها في عدد من مرافق الدولة كمؤسسة الكهرباء والماء القطرية واشغال، والتي تهدف الى تطوير الزراعة، تحلية مياه الري، نستخدم بشكل كبير المياه الجوفية أو عن طريق الأغشية أو عن طريق التحلية الحرارية. كما يمكن استخدام بعض المشاريع كانت تستخدم معالجة مياه المكيفات، والتي يتم إنتاجها بكمية هائلة جدا في قطر خصوصا في فصل الصيف. جميل. دكتور، أمانة يعني تحديات كبيرة ممكن تواجه القطاع الزراعي والماء عندنا في الدولة بحكم المحيط الجغرافي وارتفاع درجات الحرارة وقضايا أخرى مثل تحلية المياه وصعوبة الحصول عليها، ولكن تفضلت أن عندكم أساليب جديدة للتكيف مع كل هذه التحديات والأجواء. خلينا نتكلم أكثر عن هذه التقنيات اللي موجودة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة اللي ممكن تساعد خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. نعم، هناك عديد من المشاريع يعمل فيها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لمساعدة المزارعين لتحقيق الأمن الغذائي في قطر ولزيادة الإنتاج المحلي. فعلى سبيل المثال، قام معهد قطر بتنفيذ مشروع لتطوير أحد المزارع في دولة قطر، هي مزرعة منتجة وتقوم بتزويد السوق المحلي بالمنتجات الزراعية. فقام معهد قطر بمساعدة هذه المزرعة على التطوير، زيادة الإنتاجية، التغلب على مشاكل عديدة كارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع ملوحة المياه وارتفاع ملوحة التربة، وذلك عن طريق تأمين نظام تحلية يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية ويتم عن طريق ألواح شمسية موجودة داخل المزرعة. كما يحتوي هذا النظام على نظام لتجفيف المياه وتبخيرها، ذلك أن نظام تحلية مياه البحر يقوم بإنتاج مياه مالحة، وبالتالي في بعض المزارع يتم إرجاعها إلى الآبار أو يتم إرجاعها إلى التربة، وبالتالي تزيد نسبة الملوحة. نظام التجفيف يعمل على تقليل المخلفات
وعدم رفع ملوحة التربة. كما يقوم المعهد كما زود المعهد في الحقيقة بالمزرعة بنظام تبريد يعمل على تخفيض درجة الحرارة، تعمل أيضا بالطاقة الشمسية بمعدل 10 درجات مئوية، كما يقوم باستخدام نظام الري بالتجفيف ويقلل من صرف المياه، فبالتالي يمكن للمزرعة من أن تقوم بإنتاج محاصيل تغذي السوق المحلي وتحقق الأمن الغذائي في قطر. جميل، يعني كل هذا شيء طيب في مزرعة وهي معتمدة أيضا على نظام الطاقة الشمسية أيضا. لكن دكتور، ما هي طبيعة الخدمات اللي يقدمها المعهد للمزارعين وكيف أيضا يمكن الاستفادة منها؟ نعم، في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة هناك أكثر من فريق عمل يقومون بالعمل، وهناك مشاريع يتم العمل بها من طريق فريق أو معهد المياه ومركز الطاقة ومركز البيئة ومركز تغير المناخ. فيقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بالعمل على زيادة الوعي وزيادة المحافظة على المياه، اختيار نوعية التربة المستهلكة واختيار نوعية المياه المستخدمة في الزراعة. كما يقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بدراسة جودة التربة، ويقوم بدراسة جودة المياه، يقوم بدراسة تقديم خدمات للمزارعين، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي في قطر. الله يعطيكم الصحة والعافية في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أمانة جهود كبيرة تشكرون عليها. وشكرا لك دكتور يحيى، وأنت عالم بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، على وجودك معنا في برنامج حياتنا. أتمنى لكم دائما وأبدا التوفيق يا رب. يا مرحبا. مشاهدينا الكرام، إلى موضوع آخر أيضا، أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي عن بعد، والمخصصة لاختيار أفضل 15 لوحة لأغلفة الروايات الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السادسة. مشاهدينا الكرام، تقوم النسخة الثانية من المسابقة على رسم لوحة الغلاف الخارجي لإصدارات جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الجديدة بفئات الرواية المنشورة وغير المنشورة وروايات الفتيان غير المنشورة عفوا، وذلك بشروط فنية محددة. نعم سلمان، وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن هذا الموضوع، سعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد السيد المشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربية. مرحبا بكم، مساك الله بالخير أستاذ خالد. وفي البداية لو تحدثنا عن انطلاق النسخة الثانية من مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي. يا أهلا ومرحبا فيكم وفي جميع مشاهدي تلفزيون قطر. طبعا هذه النسخة الثانية من جائزة كتارا والفن التشكيلي عقب التجربة اللي سويناها العام الماضي، وتم أن تكون جائزة عربية مفتوحة لجميع الفنانين التشكيليين في الوطن العربي للمشاركة بتصاميم الأغلفة الروايات. احنا طبعا هذه كانت التجربة الثانية بعد ما كانت هناك تجربة خلال السنوات الماضية باللوحات والفنانين التشكيليين محليا. من العام الماضي تم تحديدها أنها تكون عربيا على مستوى الوطن العربي، وإن شاء الله بإذن الله تم فتح باب المشاركة طبعا من خلال الموقع الإلكتروني لجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السابعة، فتكون مجموعة فيها ملخصات الروايات، ومن خلالها الفنان التشكيلي يقدر يختار الرواية اللي يحب يرسم اللوحة الغلاف الخارجي، وفي شروط حق الغلاف الخارجي وطريقة المشاركة. أكيد أستاذ خالد، اليوم هذه المسابقة كيف لها أن تعزز حضور مكونات الفن التشكيلي في المجتمع تحديدا وعلى نطاق أوسع مثل ما تفضلت أن الجائزة تكون عربية؟ طبعا المشاركة احنا في جائزة كتارا للرواية العربية هي مش فقط جائزة، ولكن هي مشروع ثقافي في عدة مجالات، منها مجال الفن التشكيلي واحدة منها، وفي فئة موضوع الدراسات النقدية إضافة إلى الموسيقى أيضا حيتم تحديد جائزة في المستقبل أن ندخل أكثر من نوع من الفنون. وطبعا جائزة كتارا للرواية العربية معروفة أيضا بالمسرح الروائي، والمسرح الروائي أيضا واحدة من الفنون اللي احنا بدأنا فيها، وفي إقبال كبير الحمد لله في تحويل بعض الروايات إلى موضوع الدراما.
ولكن الفن التشكيلي احنا بديناها والتجربة كانت ناجحة بعدد المشاركات في الدورة الماضية، فإنه يكون مشاركة إنه يتم تحويل الرواية أو فكرة الرواية أو مضمونها يتم تحويلها بشكل غلاف، وهذا الغلاف حيتم وضعه على المطبعة على الطباعة طباعة الروايات، لأن احنا عندنا تقريبا 5 روايات غير منشورة نطبعها كل سنة إضافة إلى 5 دراسات نقدية نطبعها و5 روايات فتيان مجموعة 15 رواية، إضافة إلى رواية واحدة وهي رواية الفئة الروائيين القطريين، فالمجموعة 16 رواية يتم وضع أغلفة عليها، فيتم الفنان التشكيلي يتم قراءة ملخص الرواية من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة، ويختار الموضوع اللي يحب يرسمها، يختار الرواية اللي يحب يرسم اللوحة لها، ويتم اختيار من خلال لجنة الاختيار والفرزة وشيء، وتم اختيار اللوحة لوضعها على الغلاف الخارجي للرواية. طبعا الشروط هي أن تكون القياس 19 سنتي في 16 سنتي متر اللي هو العرض، طبعا لازم تكون الرسم رسم يدوي وليس رسم إلكتروني أو باستخدام الوسائل الحديثة الحالية، فحيكون مشاركة، وطبعا باب الاشتراك مفتوح حتى تاريخ 30 يونيو. جميل أستاذ خالد، طيب كيف يمكن للمتسابقين الحصول على الروايات اللي سيتم تصميم غلاف لها؟ طبعا مثل ما ذكرت من خلال الدخول في موقع كتارة نوفلز اللي هي .com اللي هي جائزة كتارة للرواية العربية، يقدرون يدخلون من خلال الموقع الإلكتروني. في الموقع الإلكتروني هناك في عندنا آيكون حق اختيار يدخل من خلالها، ويمكن قراءة جميع الروايات الملخص الروايات، ويقدر يشارك في المسابقة. أستاذ خالد، ختاما أعلنتوا في كتارة عن إطلاق جائزة أمهات المؤمنين في رمضان، يا ليت لو نتكلم عنها بشكل مختصر. طبعا جائزة كتارة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم هي جائزة بما أن الدوحة السنة هذه عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، وبالتعاون مع اللجنة العليا أن يتم وضع مسابقة متخصصة في الشعر العربي، وهذه كانت الفكرة، وحتكون الانطلاقة إن شاء الله من بداية رمضان حتى نهاية رمضان، وعدد الأبيات تكون 30 بيت. وطبعا في الدورة الأولى تم اختيار السيدة خديجة رضي الله عنها أن هي تكون الموضوع القصيدة، والجوائز هي عبارة عن 60,000 ريال قطري الجائزة الأولى، و 40,000 ريال الجائزة الثانية، و 20,000 ريال، وإن شاء الله التوفيق للجميع للمشاركة في هذه الجائزة، وهي تكملة لجائزة كتارة لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. أستاذ خالد السيد المشرف العام على جائزة كتارة للرواية العربية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. الله يعطيهم الصحة والعافية في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة. مشاهدينا، نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج حياتنا، أكيد الموعد يتجدد فيكم بكرة في نفس التوقيت 7:00 على شاشة تلفزيون قطر، لذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم عمل برنامج حياتنا، ومع السلامة. أمان الله.